فيديو اليوم بحكي لكم قصة لما سجلت بنادي حديد انا وصاحبي عشان ننتقم من اللي ضربنا. مرحبا يا جماعة، معكم سلامة في فيديو جديد. قاعد بجهز بسلسلة جديدة بالقناة ان شاء الله راح تعجبكم. ما راح احكي اي شيء الا لما انزل اول فيديو منها، وبدي اعمل جدول جديد للقناة يكون يوم الجمعة فيديو من السلسلة الجديدة، يوم الثلاثاء فيديو قصص الطفولة او قصص المتابعين. يعني اسبوع بنزل قصص الطفولة واسبوع اللي بعديه بنزل قصص المتابعين، وكل جمعة في فيديو من السلسلة الجديدة. وراح يبلش الجدول هذا مش من بكرة، من الجمعة الجاي. يوم الاحد بنزل قصص المتابعين، ويوم الثلاثاء بنزل قصص الطفولة، ويوم الجمعة بنبلش بالسلسلة الجديدة. وهسه لا تنسوا لايك وسبسكرايب وشيروا الفيديوهات لاصحابكم وصلوا على النبي يا جماعة، ويلا خلينا نبلش. زي ما قلت لكم انا وصاحبي محمد تعرفنا على بعض بلعب الطابه، كنا نلعب طابه بمدرسه عندنا بالحاره. المهم بعد ما صرنا صحب كثير صرت بس بدي انزل العب اروح على دار محمد الانديه عشان نلعب مع بعض، وهو لما يكون بده ينزل يلعب يجي برضه يناديني عشان ننزل نلعب مع بعض. المهم بيوم من الايام نزلنا على الحاره وتجمعنا كلنا وقسمنا افرقه وبلشنا نلعب. محمد كان سريع كثير بس كان عنده مشكله اللي هو رجليه الثنتين شمال، بيعرفش لا يشوت ولا يلعب باص. اول ما يمسك الطابه يضل يركض فيها بعدين يطلع فيها على الاوت، ما بيعرف يسيطر على سرعته قد ما كان سريع. فكان في واحد عملاق وكان اكبر منه كثير كان يضل يلعب معنا. المهم زي ما قلت لكم محمد كان سريع فهو كان ينقهر منه لانه اسرع منه، فبضل يمد الطابه ويسبقه وهذاك بينقهر لانه ما بيقدر يلحقه، فضل يكسر محمد ويوقعه ويدفش فيه. محمد ما كانش يحكي إشي لانه لعبه وباخذ فاول مكان الكسره وخلص بنمشيها. المهم انا كنت اعرف اراوغ ومحمد كان سريع، فكنت اراوغ العملاق اللي كان يكسرنا والعب الطابه لمحمد ومحمد يضل يركض، فهو فجاه انكسر وصار يكسر فينا الاثنين، اللي بس اجي اراوغ وانا يكسرني وبس محمد يركض يكسره. انا ومحمد هون فهمنا انه مستقصدنا فصرنا نحاول نتجنبه لحتى فزنا على فريقه. وبعد بكم يوم اجى يوم الجمعه، ويوم الجمعه معروف بالحاره انه بنزل كثير ناس على المدرسه يلعبوا طابه، وبنقسم تقريبا يعني 6 افرقه يعني كنا كثار. فنزلنا يوم الجمعه والعملاق كان موجود. انا لما شفت العملاق قلت خلاص اليوم راح ارجع على الدرج اللي مكسوره. قسمنا فريق حارتنا وباقي الحارات قسموا افرقتهم والعملاق قسم فريقه، وبلشنا نلعب. وفريق العملاق كان يلعب مع فريق حاره ثانيه، واللي بفوز منهم بلاقي فريقي انا. وللاسف يا اخوان فاز فريق العملاق ونزلنا نلعب معه. واول ما بلشنا لعب انا اعطيت الطابه لمحمد ومحمد مسك الطابه وضل يركض، فالعملاق هون انقهر ركض على محمد وكسره، ومحمد طار وقع وقع اخت شلن. انا هون يا اخوان عصبت رحت العملاق وقلت له يا زلمه هدي لعبك مش لعب هذا. قال لي خلص ماشي هسه بهدي لعبي. هو انا معصب يا اخوان لعبت الفاول اقوى ما عندي وحطيتها جول. العملاق هون عصب وكبست معه صار يحكي بعقله يا زلمه انا بكسرهم عشان ما يجيب جوال، بروحوا بيجيب جول من ورا الفاول اللي اخذوه لما كسرتهم منه. كملنا لعب يا اخوان وانا كنت قاعد بمشي بالطابه شوي شوي وبلاقي العملاق قاعد بركض علي. انا ما حسيته بني ادم عادي كان بركض علي، حسيته سياره طايره بدها تدعسني. فانا عشان اتجنبه بصيت الطابه لواحد ثاني معي بالفريق، واللي بتفاجئ يا اخوان انه بعده قاعد بركض علي، ظل يركض علي يا اخوان ودفشني ووقعت على الارض. انا يا اخوان هون قمت وصرت اصرخ عليه وكل بالملعب اتجمعوا علينا اللي كنت قاعد بصرخ عليه وهو معصب وانا معصب، قلت له يا زمالك لا تظل تكسر ودفشته. انا لما شفت الوضع زي هيك يا جماعه انه كلهم اتجمعوا علي ومحمد جاي يفزع معي قلت خلص حلو خليني ادق فيه. عصب يا اخوان وصار يطلع علي وهو مكشر عيونه وصار حمر من العصبيه وهجم علي، وصرنا نتهاوش انا وياه، هو يضرب من هون انا اضرب من هون، ولا واحد يا اخوان من اللي تجمعوا حوالينا اتدخل بالهوش، صار يطلعوا علينا بزي كانه بيحضروا مصارعه، ومحمد اجى يحاول يفزع لي اكلت قتل انا ومحمد، احا يا زلمه هذا مش طبيعي ضربنا الجوز مو بعض، وانا ومحمد طلعنا من الملعب وروح، واحنا على الطريق بنحكي مش لازم نسكت له، وخلص هاي اخر مره والمره الجايه لازم نضربه، واتفقنا انه خلص ما نسكت له، واذا بلش فينا او جرب يكسرنا بنضربه، واجينا يا جماعه ثاني يوم بدنا نلعب طابه ولقيناه موجود، وبلشنا نلعب وبرضه اجى علينا صار يكسر فينا وتهوشنا وضربنا وروحنا. انا صرت احكي لمحمد اسمع هاي المره جد اذا المره الجايه بلش فينا راح افتح راسه. محمد قال لي كفو انا راح اساعده، قلت له احنا لازم ناخذ حقنا، قال لي اه والله مش لازم نسكت له. ونزلنا ثاني يوم على الملعب واحنا على الطريق صرت احكي لمحمد اسمع هاي المره جد مش لازم نسكت له ولازم نضربه. محمد قال لي لا يا زلمه ما عليك انا معك. وصلنا على الملعب واكلنا قتله برضه وروحنا. انا ومحمد يعني كان عمرنا تقريبا 14 سنه والعملاق كان عمره اكثر من 20 سنه وكان طويل وناصح كان عملاق بمعنى الكلمه. فمحمد قال لي اسمع انا عندي فكره، قلت له ايش هي؟ قال لي احنا لازم نسجل بنادي ونصير معضلين وناخذ حقنا منه وننتقم. انا لما قال لي نسجل بنادي قلت اه والله راح نصير معضلين ونقدر ننتقم منه، فقلت ليش لا خلينا نصير معضلين. وروحت على امي وصرت احكي لها بدي اسجل بنادي حديد، حكت لي بعدك صغير على النوادي بس تكبر بتسجل، وضليت انق عليها وما سكتت بالمره يا جماعه، يا ماما يا امي يا امي يا ماما يا ماما بدي اسجل بنادي يا ماما يا ماما. وبعد محاوله اقناع دامت 5 ساعات متواصله حكت لي طيب ماشي خلاص روح سجل بنادي، اخذت منها 10 ليرات ورحت ركض على دار محمد، دقيت عليه وصرت اصرخ على الباب وانا قاعد بدق محمد يلا
نسجل بنادي. فتح لي الباب وقال لي اذا متتخوض جاي علي باخر الليل بدك تسجل بنادي، وانت بهلكوا على الساعه يا جماعه ولا كانت 11 بالليل؟ انا كنت قاعد بنق على امي لمده ساعات كثير وانا مش حاس بالموضوع اصلا، مش حاس بالوقت. المهم صحيت ثاني يوم وبدي اداوم على المدرسه، رحت على محمد وصحيته وقعدت ادق على الباب عشان يصحى، وزي ما تعودته طلع لي وهو وجهه مخمر ومنفخ وقال لي استناني شوي. وبعد نص ساعه برجع لي وهو بس مغسل وجهه ولابس بنطلون جينز، مش عارف شو بسوي لمده نص ساعه جوا. بعد ما صرت احكي عن هذا الموضوع كثير يا جماعه، محمد اعترف لي واخيرا انه ليش كان يتاخر هالقد. قال لي انه بس كان يحكي لي استنى شوي هيني جاي، يفوت يرجع يكمل نومته لمده نص ساعه، بعدين يطلع بدقيقه واحده يغسل وجهه يلبس بنطلون جينز وبوت ويطلع علي. المهم طلعنا داومنا وصرنا نحكي عن النادي، انه بدنا نلتزم، بدنا نلعب احسن التمارين وناكل احسن الاكل، وبدنا نصير قويين وناخذ حقنا من العملاق ونضربه. خلصنا داومنا بالمدرسه وروحنا واتفقنا انه العصر ننزل نسجل بالنادي. المهم طلعنا العصر ووصلنا على النادي، اول ما دخلنا على النادي لقينا عمالقه 14 برو ماكس، يعني العملاق اللي ضربنا بالحاره ولا اشي قدامهم. هذول بيمسكوه بفخصوه زي هيك وبتعشوا عليه بالليل وما بيشبعوا كمان. فاحنا كيفنا خلص، صار بمخيلتنا انه احنا رح نصير زيهم ونمسك العملاق ونفعصه وناكله ونتعشى عليه بالليل. ودخلنا على الكوتش وقلنا له بدنا نسجل بالنادي، اتفقنا معه نسجل كل واحد شهر وانه بنجدد بس يخلص الشهر عشان نلتزم بالجدول والحكي هذا. طبعا يا جماعه اول ما سجلنا لبسنا شرط وحفر وصرنا نمشي زي هيك واحنا نفخين حالنا انه احنا مسجلين بنادي حديد واحنا لسه ما بلشنا تمارين اصلا. المهم مسكت بار الحديد وقعدت ارفع فيه، اجى الكوتش صار يصرخ علي روح حمي بالاول يا كابتن. انا ومحمد لما سمعناه بصرخ خف عقلنا، رحنا ركض عشان نحمي. وبعدين الكوتش اعطانا تمارين للمبتدئين، قلت له بديش مبتدئين، بدنا نسفح، بدي اصير زي هذول العمالقه 14 برو ماكس. وصار يتطلع علي وهو مكشر، قلت له خلص خلص تمرين للمبتدئين ماشي تمرين، لان اصلا انا مبتدئ، انا عصايه قشاطه مبتدئ. وبلشنا نلعب واحنا كنا بنخبص ومش عارفين التكنيك الصح، وقضيناها نتبهدل من الكوتش، امسك البار زي هيك، امسك الابصر ايش، امسك الدامبلز، قضيناها نتبهدل. المهم روحنا وكنا مكسرين مش قادرين نتحرك قد ما هلكنا حنا بالتمرين. روحت على الدار وتحممت ولبست حفر ورحت على اخوي قلت له ايش ولا انا بنادي حديد شوف عضلاتي. صفن فيي بيقول لي طب شد عضلاتك اشوف، قلت له هيني شاد يا زلمه شوف. صار يحكي لي فيش اشي. هون انا تدمرت نفسيتي وزعلت وتضايقت، طب ليش والله لعبت حديد يعني ليش مش مبين علي انا تعبان، ليش مش مبين علي اني بلعب حديد يعني مع انه ما صار ليش ساعه بس ليش. وفتحت على اليوتيوب كتبت كيف تصير معضل من اول يوم، وبعدين فهمت انه الشغل بدها وقت ومش بيوم وليله. انا كنت افكر انه زي كلمات سر جت ايه، انه اروح على النادي اكتب كلمه سر وخلاص فجاه اصير معضل زي هيك واروح انتقم من العملاق. ولما صحيت ثاني يوم يا جماعه كنت مكسر بشكل مش طبيعي، كنت مش قادر اعمل ايدي هيك، يعني ايدي مش قادر اسكرها هيك، كنت قد ما كان في وجع من هون كنت كثير مكسر. ورحنا سالنا الكوتش انه ليش هيك الوجع كثير ومش قادر نتحرك، حكى لنا انه هذا طبيعي وعادي انه بعد 3 ايام بصير الوضع طبيعي وبطل يوجعكم. ضلينا شهر كامل نروح نتمرن بالتزام، كلنا ناكل كثير واكل صحي ومش اكل صحي، كنا ملتزمين كثير بالنادي. واتفقت انا ومحمد انه ما نتطلع على المراي بالمره لمده شهر عشان نتفاجئ بالنتيجه. وبس خلصنا الشهر وقفنا عند المراي عشان نتطلع على جسمنا، شلحنا البلوزه ولقينا انه جسمنا بتحسن بس شوي بس يعني يدوب مبين علينا. ومحمد ما كان عنده دهون فكان مبين عضلاته اكثر مني، وكان مبين عنده سكس باك وكل شيء كان مبين عنده، وانا يا اخوان كان عندي شويه كرش فالسكس باك ما كانش مبين عندي بالمره. ومحمد صار يتمسخر علي انه هو اقوى مني وانا انقهرت. بعدين سجلنا كمان شهر والتزمنا وتمرنا كثير وجسمنا تحسن، ما صرنا معطلين وابصر شو، بس يعني حسينا بالفرق، يعني كان فرق صغير بس حسينا انه في عضلات، يعني كان في فرق قبل ما نسجل بالنادي وبعد بشهرين كيف يتغيرنا يعني. ورحنا صرنا نتفق انا ومحمد انه كيف بدنا ننتقم من العملاق. طبعا احنا اختفينا، بطلنا ننزل على الطابة بالمرة عشان الرجعة تبعتنا تكون قوية وننتقم من العملاق وصير لنا هيبة بالحارة. وظلينا نخطط كيف ننتقم منه، ما لقيناش خطة واضحة، فصرنا نحكي خلنا نهجم عليه على السريع ونزلنا على المدرسة اللي بنلعب فيها الطابة بالحارة عشان ننتقم منه. وقفنا عند الباب صرنا نتطلع لقيناه موجود، ومحمد قال لي بس خليك على جنب انا عضلاتي مبينة اكثر من عضلاتك، فانا لازم انتقم منه واجيب حقنا. قلت له طب خلينا نضربه مع بعض عشان نضمن الانتقام على الاقل يعني. قال لي لا انا اليوم بضربه ونخليه يرتاح هيك بالليل وبكره بترجع تكمل عليه انت. فانا قلت له ماشي وظليت استنى فيه برا. دخل محمد وسكر الباب، انا قربت راسي على الباب احاول اسمع اصوات، سمعت محمد بنادي وبقول وين الرخيص وين اللي بدي اضرب اليوم، وسمعت صوت العملاق قام وصار يصرخ. وفجاه يا جماعه صار صوت هدوء وبعدين سمعت صوت ضرب، انا كنت بس اسمع صوت ضربه اقول كفو يا محمد ايوه هيك بدي اياه، طخ ايوه هيك يسعد دينك خذ حقنا منه، طخ ايوه يا محمد ولك كفو اضرب، طخ يسعد دينك يا محمد اضرب اكثر اضرب خذ حقنا. ولا فجأة باب الملعب بنفتح وانا جهزت حالي عشان استقبل البطل محمد انتقم وجاب حقنا. ولا طلع محمد وصار يتطلع علي وهو مبهدل وعينه منفوخة وكل
كله غبرة وكان بعرج وما كانش قادر يحكي. صار يحكي بصعوبة، قال لي امشي 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 بسرعة امشي. قلت له يا زلم وين امشي؟ كيف يعمل فيك هيك؟ انا بدي انتقم لك منه هسه يا زلم، ما عليك بس. قلت له استناني هون وهسه بتشوف كيف بدي اضرب لك اياه. ودخلت يا اخوان وسكرت الباب. قلت وينه اللي ضرب محمد؟ ولك وينه؟ وينه اللي راح امسح فيه ارضية الملعب؟ وينه؟ قال لي تعال تعال، هيك صار اشر لي بيده، تعال تعال. وكان قاعد ان زاوية الملعب. رحت عليه وقلت له بصوت عالي عشان محمد يسمعني، قلت له ليش تضرب محمد؟ قال لي حر انا. وقام علي. لما قام علي يا اخوان هون خفت. هو لما كان قاعد على الارض كان هيك مخفي حجمه، فانا قويت قلبي وصرت اصرخ عليه لانه كان حجمه مبين صغير، فانا هيك يعني استسخفت فيه. بس لما قام انا كنت واصل لبطنه يا جماعه، رفعت راسي انا زي هيك وصرت اطلع عليه. شو بتتوقعوا؟ قلت له والله بالله عليكم توقفوا الفيديو، بتنزلوا على التعليقات بتتوقعوا انا ايش حكيت له. يلا هي بستنى فيكم، بنزلوا انزل واكتب يا زلمة بالله عليك. كتبت؟ طب يلا خلينا نكمل القصة. رفعت راسي هيك وصرت اطلع عليه يا جماعة، قلت له حقك علينا والله محمد ما بيستحي على دمه، والله انه محمد بيستاهل القتل واي اشي بدك اياه احنا جاهزين. وظليت طالع من الملعب. فتحت الباب ومحمد كان بيستناني. لما شافني مش ماكل قتله صفن فيي، قال لي احا ضربته؟ قلت له اه يا زلمه شو مفكر، انا اللي باخذ لك حقك منه، مين غيري حياخذ حقك منه. وفهمت يا جماعه اني ضربته ما قدر يلمسني بالمره. وصدقني لما شاف اني انا مش مضروب ومش مبهدل زي حالته، يعني شافني اني مش ملموس لمسه واحده. ورحنا على محل بلاي ستيشن نلعب، وظل يسالني شو صار يا زلمه، احكي لي احكي لي كيف ضربته ايش صار. وانا صرت احكي له اول شيء حطيته بالزاويه، صرت اضرب فيه كفوف والله انك كفو، بعدين مسكته وفقعته راس، ولك بركين عليك، بعدين حملته وزتيته بنص الملعب، والله اسد. وهو واقع بالملعب حطيت رجلي على راسه وقلت له اوعك تبلش محمد مره ثانيه، ومزعت اواعي وخليته بدون اواعي قدام كل الاولاد اللي كانوا بالملعب. ومحمد صفن هيك قال لي والله والله انك بهرتني، والله انك كفو، انت قد انت انت قدوتي، قدوتي بالقوه. وانا يا جماعه كبر راسي وكملنا لعب بلاي ستيشن. ولا فجاه يا جماعه بدخل العملاق على محل بلاي ستيشن، محمد ثاني يطلع عليه، شاف انه ما في اثار ضرب على وجهه، وشاف انه اواعيه مش مزعه، انه بعده لابس نفس اللبس اللي كان لابسه وهو بيضرب فيه. بيجي عليه العملاق بحكي له هي بديش اضرب صاحبك محمد عشانك اعتذرت مني. ومحمد صار يطلع علي وهو مصدوم، وانا صرت اطلع على محمد وخايف انه يحكي للعملاق عن اللي قلت له اياه. ولفجاه محمد بيقوم وبضل طالع من المحل ركض. رحت لحقته بقول له يا زلمه والله انه عملاق وانا لحالي بقدرش اضربه. قال لي طبعا على الاقل كل قتله معي. وزعل وظل مروح، والله انه ما بستحي يا زلمه، فوق ما اكل قتله بده ياني اكل قتله معه يا زلمه وانا مالي. وظليت يا جماعه 3 ايام وانا قاعد براضي بمحمد وقلت له لازم نطلع باقل الخسائر، انه انت اكل قتله مش لازم انا اكل قتله معك، ماشي انت ضربك هالمره طب ليش يضربني معك، نطلع باقل الخسائر يعني اذا انت بتعرج مين بده يسندك، يعني هيك اذا احنا الجوز بنعرج بنوقع مع بعض. قال لي طب ليش كذبت علي انك ضربته؟ ظليت ساكت يا جماعه ومش عارف شو بدي احكي له. وبعدين تصالحنا وقلنا انه لازم ننتقم منه بذكاء، القوه ما زبطت معه لازم ننتقم بذكاء. وقعدنا نفكر ونخطط، واخر شيء فكرنا انه نروح نلعب معه طابه، ولما تكون الطابه معه نروح نهجم عليه احنا الاثنين ونكسره يوقع على الارض، ولما يوقع على الارض ننط فوقيه احنا الاثنين ونصير نضرب فيه. المهم رحنا على الملعب ثاني يوم والمشكله ما كان موجود العملاق، احنا كيفنا وزعلنا بنفس الوقت، كيفنا لانه خلص منه ورح نلعب ونكيف، وزعلنا انه ما رح نقدر ننتقم. بس الاكثر كيفنا لانه ما كناش متأكدين 100% انه نقدر ننتقم منه، لانه اذا وقعناه واجينا فوقيه رح يقوم بكل بساطة ويصير يدفش فينا زي الذبان، يعني هيك احنا كنا صغار يصير يدفش فينا زي هيك. المهم صرنا نلعب واحنا مكيفين لانه العملاق مش موجود ونلعب براحتنا، وانا اصير اراوغ فيهم واحط جول، ومحمد يضل يركض لحتى يطلع على الاوت ومبسوطين خلص نلعب براحتنا. ولا فجأة باب المدرسة بنفتح، كان باب حديد وبنسحب سحب، والباب اصلا بصعوبة كان ينفتح، بس هالمرة الباب لما فتح فتح بسرعة هيك خبط بالحيط الثانية، قد ما هو كان فاتحه بقوة. لما شفنا الباب فتح هيك بقوة وخبط بالحيط الثانية قلنا احا هذا هو اللي بدنا نضربه احنا، هيك بفتح الباب هيك راح يمسكنا وزتنا. المهم دخل وقسم فريقه وصار يستنى الفريق الفايز عشان يلعب معه. انا ومحمد صرنا بدنا نخسر، بس للأسف النتيجة كانت 3-0 لنا وخلص الجيم وفزنا. ودخل العملاق مع فريقه وبلشنا نلعب، انا صرت اشوت من بعيد وظليت اشوت لحتى جبت جول. المهم بعدين العملاق مسك الطابه وصار يهجم علينا بالطابه، غمزت لمحمد ورحنا ركضنا انا وياه مع بعض عشان نكسر العملاق. احنا وصلنا عنده وكسرناه بس ظل ثابت ما وقع، ظل ثابت بالارض هيك ظل واقف واحنا مكسر فيه وظل واقف. صرت احكي يا زلمه هي مطوله معك، وزحلقت على الارض وكسرته ووقع على ظهره. ومحمد نط فوقيه وصار يضرب فيه وانا نطيت معه وصرنا نضرب فيه احنا الجوز. ولا فجاه محمد بجيب حجر كبير بده يفتح راسه، خف عقلي يا اخوان بدناش نعمل جريمه، مسكت الحجر زتيته ورحنا هربنا انا ومحمد، وروحنا واحنا مكيفين وفخورين بحالنا انه قدرنا ننتقم من العملاق. واذا عجبكم هذا الفيديو شوفوا الفيديوهات الماضيه وفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا الفيديوهات الجاي. ويلا سلام.